مغاربه مأثرين والحكومه تشتغل تحت القياده ديال صاحب جلاله الله ينصو، وانا من هنا غادي نخرج مع الباب وغادي لعمان الاجتماع على القدس. دوك ما يعني باش نكون واضحين، هذا الشيء ماشي باش نقولوا دروس ولا ماشي دروس، هذا الاجابه على الاسئله ديالكم. حضرات السيدة والسادة النواب، إن الاختيارات الحكومية الرامية إلى خلق التنوع الاقتصادي والبحث عن صيغ جديدة لتطوير الأنشطة الإنتاجية مكنت الاقتصاد الوطني من تحقيق نتائج إيجابية، حيث استطاعت بلادنا والحمد لله تسجيل أرقام مهمة فاق التوقعات المنتظرة، إذ حققت نسبة النمو سنة 2023 ارتفاعا مهما تقريبا 3.4%، لتتمكن بلادنا ولأول مرة من تجاوز عتبة 140 مليار ديال الدولار كناتج داخلي خام، وهو ما يبرز الدينامية التي شهدها النسيج الاقتصادي الوطني خلال السنتين الماضيتين رغم صعوبة الظروف والجفاف والأزمات المركبة. وبفضل المجهودات الحكومية كذلك تمكنا من تواصل المنحة التنازلي لتقليص حجم الديون المديونية، حيث تراجعت إلى ما دون 70% بعدما سجلت مستويات قياسية في سنة 2020. وفي نفس الوقت تمكنت الحكومة من تقليص عجز الميزانية إلى 4.3% خلال 2023، وكتعرفوا بأن قانون المالية كنا كنقولوا 4.5%، دونك عملنا أحسن من قانون المالية، وبالطبع عملنا أحسن بكثير بالنسبة لسنة 2020 اللي كانت السنة ديال الأزمة اللي بلغت فيها لو ديفيسيت ب 7% تقريبا، وهو ما يؤكد صدقية الالتزام الحكومي الرامي إلى تحقيق نسبة عجز لا تتجاوز 3% من الناتج الداخلي الخام في أفق 2026. بالمناسبة سمحوا لي التلفزيون مفتوح للجميع، أخويا ديال الأنشطة ديالك وديال الحيوية ديالك وديال النشاط ديالك الحزب، وغادي تجي عندك التلفزيون. السيد اللي خدا الكلمة، أنا عاد شفتو هذه واحد جوج الأسابيع في تازا، السي الشقر واخد الكلمة وكيتكلم ودار اجتماع وجات عنده التلفزيون، وفرحت اللي كنشوف السي الشقر بأنه يعني كاين اشتغال اللي هو جد، اللي كيشتغل واللي عنده الخدمة التلفزيون غادي تمشي عنده. ما يمكنش تمنعونا الوقت اللي ما كنتكلموش، حكومه ما كتكلمش وما كتاخذش الكلمه، كتقولوا لها حشمانه وما بغيتوش توجد الوجود وما كتواصلوش مع المواطنين، ولو كناخذوا المبادره ونمشيو للاحياء كيقول لك علاش هزيتي الطوموبيله ديالك وغادي تمشي للاحياء وغادي تمشي لوجده وتمشي لهذا. ما كاينش شي واحد اللي غادي يمنعنا هذه الحكومه انها تمشي تواصل مع المواطنين. هكاك واش تكونوا واقعيين، ومازال ما كملناش ومازال غادي نمشيو نتواصلوا مع المواطنين ونصحوا ليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.